موت سريعا. اتفضل استاذ محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رساله للاستاذ نعمان. بعد اذن حضرتك بس بعد اذن حضرتك استاذ محمود الخلاف في الراي بس بقضيه نحترم اراء يعني ضيوف الكرام عشان ايش بس في تجريح لحد. اتفضل. حاضر حاضر. انا رقمي عند سيادتك على فكره وتفضلتوا بيا اول امبارح في اخر حلقه. اتفضل. بس انا ما كنتش موجود للاسف. اتفضل. انا عايز اقول لاستاذ نعمان حاجه. اولا تخلص من كراهيتك للاسلام عشان نصدقك انت مش معروف لك هويه دينيه. يعني استاذ محمود يعني استاذ محمود ده مش مستني انا مش عايز الكلام ده بلاش ولا اسمعش اتهام تخلص من كراهيه استاذ محمود. اقفل لو سمحت. انا بعتذر لحضرتك يعني ده كلام غير مقبول ابدا ان انا اوجه تهمه لضيف كريم راجل محترم يعني له فكره اقول له اصل انت كان الدين اسلامي بلاش بس نوزع الاتهامات. وده انا قلته لحضراتكم من اول المكالمه. احنا يعني لازم يكون عندنا ثقه في نفسنا لازم نسمع بعض ولازم نسمع الاخر. امال تجيه خطاب ديني يعني ايه؟ ما اسمع الراي التاني بيقول ايه وارد عليه وانا قاعد معاه لوحدي؟ ما انا جايب معاه شيخ بيرد عليه بكلمه بكلمه.